يعني هذا كلامك انت لمن دا توجه؟ انا دا اقول اي دولة عربية متمكنة ماديا وتريد تعيد المنعة للعرب، لان حتى على الاقل يوازون قسم من ما اكرمهم الله، بين انزل الاسلام عندهم والنبي عربي والقران بلسان عربي مبين، ان يسعوا الى السلاح يحصلوا عليه للدفاع عن انفسهم والمناعه وليس للعدوان والتوازن. الان احنا عندنا جهتين والتوازن، والتوازن صحيح. احنا اسرائيل عندها، ايران على شفا ان تحصل على سلاح نووي، على وشك، على وشك، على شفا. انا يعني باستنتاجا من المعلومات اللي دا نقراها على وشكهم. فمن الصحيح أن تقوم دولة عربية ذي إمكانات مادية أن تأخذ هاي المستلزمات اللي تكلمت عنها بشكل سريع، وتقدر تحقق هذا الهدف بأربع سنين حوالي، وبأربع إلى خمس مليارات من الدولارات فقط. يعني أفهم من هذا الكلام أنه جنابك عندك استعداد أن تكون في هذا العمل مثلا مع دولة عربية؟ أنت تعرف إحنا بالنسبة لنا يعني ظروفنا غير شكل، و يعني لكن واحد ممكن يقدم مقترح به كامل. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ظافر سربي المهندس الاستشاري وعضو لجنة الطاقة الذرية السابق.